مرحبا مرة جديدة وأهلا فيكم بكتب سيتي تشانل على يوتيوب وفيديوز واتس وات. المرة الماضية حكينا عن جالكسي نوت 8، اليوم رح نحكي عن آيفون 8 بلس 8 والآيفون 10. خليكن معنا. سو هاي هي الخبرية، أبل كل سنتين مرة لتغير الديزاين، بينما السنة فجأت الكل وما غيرت الديزاين بحيث انه الايفون 8 و 8 بلس بقوا نفس الشيء. فعليا هني مش نفس الشيء، هني نفس الديزاين بطريقة مختلفة، يعني بألوان جديدة بس انترنالي هني مختلفين. شو اللي تغير هو الايفون 10. خلينا نعمل انبوكسينج. انا رح اختار اللون الجديد اللي هو جولد، وهو فعليا بين الروز جولد وبين الجولد، وخبركم عن الالوان اكثر. عندنا سبيس جراي اللي هو على الارض بلاك، وعندنا وايت او سيلفر اللي هو فعليا وايت. ليتس دو ذا انبوكسينج. ايفون 8 بلس بيتميز بريتنا اتش دي ديسبلاي 5.5 انش، يلي هي نفسها الموجوده بايفون 7 بلس، على عكس ايفون 10 يلي بيتميز بالفول سكرين ولاول مره بتاريخ ابل اللي حجمها 5.8 انش سوبر ريتنا اتش دي ديسبلاي. كاميرات الايفون 12 ميجا بكسل اللي هي نفسها ايضا موجوده بايفون 7 بلس، وهي وايد انجل وتليفوتو كاميرا كمان، تليفوتو كاميرا اللي بتساعدنا لناخذ صور وذ ديبث مود. سيكوريتيز بالايفون 8 بلس والايفون 7 محصوره بالتاتش اي دي اللي هي خاصه بالفينجر برينت سنسر، بينما بالايفون 10 فاسمها فيس اي دي، سو الايفون بيفتح على يور فيس من خلال انفراريد بروجكشن دوتس تطلع على يور فيس وبتحرك يور ماسلز. التشيبس طبعا تتغير كل سنه من سنه، فالايفون 7 كان بيتميز بال A10 فيوجن تشيب، بينما ايفون 8 بلس بقلبوا ال A11 باينيك تشيب. باينيك تشيب معناتها التشيب الخاصه بالفيرتشوال رياليتي يلي أبل كتير عم تشتغل على هذا الموضوع. ايفون 8 بلس وايفون 10 هيدي السنة بيتميزوا بالوايرلس تشارجينج، فبالتالي الباك تبع الايفون معمول من ازاز. أبل بتقول انه هيدا الازاز هو the most durable glass ever in a smartphone، فهو الأقوى. ايفون 10 حصريا بيملك ال HDR display اللي هي منا موجودة لا بالايفون 8 ولا بالايفون 8 بلس، وكمان الريزوليوشن اللي إلى 2K، بينما الايفون 8 بلس فهي نفس الريزوليوشن للايفون 7 بلس اللي هي Full HD 1080p. ايفون 8 بلس بيتميز بتقنيه موجوده كانت بالايباد برو 10.5 انشز اللي هي الترو تون ديسبلاي، فالايفون بيغير الكولر تبع الديسبلاي له بحسب المود الموجود فيه، فاذا كان الامبيانس لونه ازرق بيكون اللايت ازرق، واذا كان الامبيانس لونه وورم او احمر فبيكون اللايت احمر. وكمان طبعا كل هودي الايفونز هن سبلاش ووتر اند دست ريزيستنت. الكاميرا مثل ما حكينا قبل انها 12 ميجا بكسل، فيها اوبتيكال ايمج ستابلايزر بكاميرا واحده بس، بينما ايفون 10 بالكاميرتين اللي له عنده دول اوبتيكال ايمج ستابلايزر، واثنيناتهم فيهم اوبتيكال زوم اب تو 10 تايمز زياده اكيد او 10x. البورتريت مود تحسنت السنه وبعدها بيتا اكيد موجوده بالايفون 8 بلس والايفون 10، فنحن صار فينا نغير اللايتنينج اللي بدنا اياه ليتناسب الصوره اللي بدنا اياها من خلال البورتريت. بالنسبه للتصوير رح نرجع نعيد للكاميرا ونقول انه هيدي السنه الايفون بيصور ب 4K resolution up to 60 frames per second، بمعنى انه الصوره اللي عم نصورها او الفيديو اللي عم نصوره بالايفون 10 او الايفون 8 بلس هو نفسه الفيديو اللي بيصور بهيرو 6 من جو برو. واكيد نحن صار فينا نحرك الايموجيز بالايفون 10 بخبريه الانيموجي الموجوده حصريا لايفون 10. الكومن بين الثلاثه هو سيري والباتري لايف. بالنسبه للايفون 8 فهي نفس الايفون 8 وال8 بلس، هي نفس الايفون 7 و7 بلس، بينما الايفون 10 فهي بتضاين ساعتين زياده عن الايفون 7 بلس. This is iPhone 10. ستيف سبتكن حدا الايفون. Anyways لتشوفوا فيديوز اكثر ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لايك وشير للفيديو، واكيد فيكن تشرفونا بكتب سيتي سنتر، الادرس مكتوب بالديسكربشن تحت لحتى تشوفوا الايفون 8 بلس والايفون 8 لايف. نشوفكن بالفيديو الجاي. باي.